لقد أصبح الظلم من معالم الأمة، أليس لهذا الظلم نهاية؟ يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. نستحي من إعطاء القليل، فماذا نفعل؟ لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه، ومن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. وما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. ما الفرق بين العاقل والأحمق؟ لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه، والأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. ما الفرق بين الفاجر والكذاب؟ الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، والكذاب هو كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. أليس من الصعب الحكم على النوايا؟ ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. كيف نفاضل بين الحق والباطل؟ الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت، والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وكيف السبيل لنطابق ظاهرنا بباطننا؟ احذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية، وكل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه. وكيف ندفع التهمة عنا؟ من وضع نفسه مواضع التهمة لا يلومن من أساء به الظن. الإصرار على الجهل كيف نحترس منه؟ من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق. ما رأيكم باكتساب الأصدقاء؟ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، لكن لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك. ننتظر مسكا لختام حديثنا هذا. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وداعا يا علي أيها الإمام الملهم، وجزاك الله عن الإنسانية خيرا.